إذن مشاهدينا في قناة جديدة مرحبا بكم مباشرة في مدينة ألتر بيضاء، يعني شابة جميلة معربدة هنايا في وسط المدينة، وتدخل عناصر الأمن من أجل الاعتقال ديالها والتقديم ديالها أمام مركز الديمومة التابع لمنطقة أنفا. مشكورين رجال الأمن، وحيي رجال الأمن صراحة لها خطينا أمن في بلادنا على مدار الساعة من أجل حماية المواطن وإيقاف أشخاص المخالفين للأشخاص اللي بحالة غير طبيعية والأشخاص اللي كيقوموا بالعربدة. مشكورين رجال الأمن. طلعوها هي والحبيب ديالها، يعني اللي عندهم ابنة بدون أوراق، بدون عندهم تورقة ديال الزواج، كانوا محيحين على بعضياتهم هنا في الشارع العام، بالضبط في شارع بوردو، قبل ما يدخلوا عناصر الأمنية. مشكورين صراحة العناصر الأمنية اللي كيقوموا بواحد المجهودات كبيرة ومجهودات جبارة على إيقاف كل شخص مخالف يخالف للقانون ويعربد. مشكورين رجال الامن، وحي رجال الامن اللي لا يخطينا الامن في بلادنا. اذا مشاهدينا الكرام غادي نتبعوكم الامن، تلقاكم في فتره مباشره ان شاء الله. الى اللقاء.